والراحه. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نوجدوا صبه القرعه الحمراء بمطيشه، دجاج بالشامبينيون والعصير، نكتشفوه جميع. بالنسبه للوصفه الاولى غادي نحتاجوا المركز ديال مطيشه، البصله، القرعه الحمراء، بطاطا، خيزو، فلفله حمراء، الملحه، البزار وزيت العود. في الطنجره نديروا الزيت، البصله، مركز مطيشه، نسخنوا الفران، نفرشوا القرعه الحمراء في لابلاك، بطاطا، الفلفله، خيزو، الملحه والبزار، شويه زيت العود، وندخلهم للفران. من بعد ما يطيبوا نزيدهم على الخليط الاول، نمرقوا، نخليهم يطيبوا شويه ونطحنوهم. وها الوصفه وجدات. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجوا صدر ديال الدجاج، شامبينيون، مطيشه، ثومه، موطارد، الزبده، البزار، الملحه، الخل والمرق ديال الدجاج. نخلطوا الدجاج مع الثومه، لا موطارد، نديروا الزبده في المقله، نقليو الدجاج ونحتفظوا به. في مقله اخرى نديروا الزبده، لي شامبينيون، مطيشه، الملح والبزار، نخويو الخليط على الدجاج، نزيدوا الخل، المعدنوس، ونمرقوا شويه، نخليه يطيب. وها الوصفه وجدات. ندوزوا للعصير. غادي نحتاجوا العنب، التفاح، خيزو والحمض. ممكن تستعملوا الاكستراكتور او الميكسور الصفايه. العصير وجد، بالصحه والراحه.